كغيرها من المحافظات تنال تعز نصيبها من وباء الكوليرا الذي ينتشر سريعا بين أوساط المواطنين، مسجلا 24 حالة إصابة في المحافظة خلال يومين فقط بحسب مكتب الصحة والسكان في المحافظة. يصعد الرقم عن 20 حالة، وتعتبر المدينة بهذه الطريقة منكوبة. أيضا هناك انتشار الوباء في كثير من مديريات المدينة البالغ عندها 23 مديرية خاصة في شرع أبو الرونة وفي ماوية، وقد بلغ الترصد المجتمعي عن حالة وفيات بسبب الإسهالات المائية الكوليرا. الوضع كما يبدو مخيف، وهنا بالمركز استقبلنا خلال في غضون 48 ساعة أكثر من 62 حالة. ارتفاع أعداد المصابين وسط حالة تدهور الأوضاع الصحية أمر ينذر بكارثة إنسانية، خصوصا في ظل شح الإمكانيات الطبية والأدوية الخاصة بمكافحة الوباء، وهو الأمر ذاته الذي دفع ائتلاف الإغاثة الإنسانية المحلي لإطلاق حملة المساعدات العاجلة من أجل التخفيف من الإصابات. طالب الاهتمام يعني بالحاجة هذه، لأن هي حاجة معدية بالأمراض، معدية تنتشر بالسيرة. بعد انتشار وباء الكوليرا في محافظة تعز و نداءات الاستغاثة التي أطلقتها بعض المستشفيات والمراكز، نفذنا اليوم مشروع التدخل العاجل للوقاية من وباء الكوليرا في محافظة تعز لدعم خلية الطوارئ التي أنشئت في مستشفى الجمهوري لاستقبال مثل هذه الحالات. نحن نطالب منظمات الأمم المتحدة ونطالب المنظمات الإنسانية دعم هذه الخلية ودعم بقية مستشفيات محافظة تعز. تحكي الصورة هنا جزءا من أسباب تفشي هذا الوباء، فغياب السلطة المحلية وتقاعس المعنيين بتنظيف هذه المخلفات المنتشرة على شوارع وأحياء المدينة أمر يزيد المشكلة تعقيدا وسط نداءات الأهالي لإنقاذهم من هذه الحالة الخطيرة.